الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تقر إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في 8 ديسمبر في صورة عدم تطبيق زيادات في الأجور. في الذكرى الأولى لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي، رئيس الجمهورية يدشن ساحة الشهداء ويشدد على مواصلة الحرب ضد الإرهاب. مشروع طريق السيارة صفاقس جابس يبلغ نسبة متقدمة من الإنجاز في انتظار استغلال جزء منه آخر هذه السنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أقرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس بالحمامات دخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر القادم في صورة عدم تطبيق اتفاق الخاص بزيادات في الأجور لسنة 2017، كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في ختام اجتماع الهيئة الإدارية بأن باب الحوار مع الحكومة ما زال مفتوحا. أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فقد تم الاتفاق على مبدأ الإضراب العام على أن يتم تحديد التاريخ لاحقا نظرا لتعثر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. إقرار إضراب يكون الموعد متاعه يوم 8 ديسمبر، وهو ليس بإضراب عام سيشمل كل القطاعات ولكن هو خاص بالوظيفة العمومية. معناها كيف خذينا قرار من منطلق مسؤول، وكما قلت مازال بعيد باش يعطي للزمن ما اللي يلزمه يتعطالو، وان شاء الله اذا كان الامور كذا فما مفاوضات جاده وباهيه وكذا ممكن في يومين او في 3 قاعد يتفادى المشكل، وحتى قبل ان نذهب الى مؤتمر الاستثمار. انا بتمنى ان نجتمع غدا، ما زلنا ما حددناش الساعه ولكن سنستجيب وسنكون حاضرين. وأورد بيان للمكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أنهم يجددون تأكيد الالتزام بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس، ويؤكدون مآخذهم على العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 17 و2000 والتي تم عرضها في جلسة استماع مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية. كما أكد البيان استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لعباء جبائية جديدة بالشكل الوارد في مشروع القانون ولعباء اجتماعية إضافية في الوقت نفسه، ودعا الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. مثل مشروع قانون المالية لسنة 2017 محور لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تتقدمه رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي، وذلك بحضور وزراء كل من الشؤون الاجتماعية والمالية والصناعة والتجارة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة تقاليد الحوار بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية، مبينا أن الجلسة تطرقت بالأساس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإلى عدد من الملاحظات التي أبداها الاتحاد حول بعض فصول هذا المشروع. أكد الوزير أن الحكومة بيّنت لوفد منظمة الأعراف عددا من الدوافع الاقتصادية والاجتماعية الظرفية التي دفعت بها إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مشروع قانون المالية 2017، مع حرص الحكومة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. أحيت تونس الذكرى الأولى لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي جدت بشارع محمد الخامس بالعاصمة منذ عام، وقد قام رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بتدشين ساحة شهداء الأمن الرئاسي بثكنة الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات بمدخل مدينة جمرت. في مثل هذا اليوم ومنذ سنة خلت عاشت تونس على وقع فاجعة حادث إرهابي جد بشارع محمد الخامس بالعاصمة، أين فجر انتحاري نفسه في مدخل حافلة مخصصة لنقل أعوان الأمن الرئاسي. عملية إرهابية أدت إلى استشهاد 12 عونا من الأمن الرئاسي وجرح 24 آخرين من بينهم مدنيون.
وتخليدا لذكرى من استشهدوا في هذه العملية الإرهابية الغادرة، تولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تدشين ساحة شهداء الأمن الرئاسي بثكنة الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات بمدخل مدينة جمرت. وبحضور عائلات شهداء الأمن الرئاسي وعدد من أعضاء الحكومة والشخصيات الوطنية، وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء مختلف أسلاك القوات الحاملة للسلاح، قبل أن يقوم بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الأمن الرئاسي. وعقب تدشين الساحة صرح الباجي قايد السبسي أن تونس تمكنت من التغلب على آفة الإرهاب بفضل بسالة شهداء الوطن، بفضل تضحية أبنائنا وشجاعة أبنائنا وبسالة أبنائنا. يعني تونس الآن تغلبت بنسبة كبيرة على الوقف هذه الإرهاب، وإن شاء الله معناها باش نواصلوا في الاتجاه هذا. والإرهاب هذا ما ماشي فقط من مسؤوليات الجيش ومسؤوليات الحرس ومن تضحيات الحرس والأمن والجيش، هو مسؤولية الشعب التونسي بتمامه وكماله. كما تسلم رئيس الجمهورية المشعلة من مجموعة أعوان من الأمن الرئاسي كانوا قد انطلقوا منذ الصباح الباكر من مكان حادثة التفجير الإرهابي في اتجاه قصر قرطاج، أين وقفوا دقيقة صمت ترحما على الشهداء. حبينا بالمناسبة هذه كنا نحيو الذكرى هذه باش نحطوا في بال الناس كل اللي روى جهاز الأمن الرئاسي وجهاز الأمن الوطني وكل حاملي الأسلحة كذلك الجيش الوطني اللي احنا رانا واقفين لتونس وبحوله معنا ما ثم كان الخير وثم رجال في البلاد هذه. هي الذكرى الأولى لرحيل أبطال تونس، ذكرى وإن كانت أليمة فهي مناسبة للتعبير عن الحب والوفاء لمن ماتوا من أجل أن تحيا تونس ونحيا معها يدا واحدة ضد الإرهاب. حيا تونس، سنعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشمال. كشفت أمس الخميس الوحدات الأمنية والعسكرية بولاية مدنين عن مخزن سلاح في منطقة شارب الراجل ببنجردان مطمورا في أرض تعود ملكيتها لأحد الإرهابيين الذي يرجح أنه لقي حتفه في ليبيا، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأوضح المصدر ذاته أن الأسلحة المحجوزة تتمثل في 37 صاروخ RPG و38 رمانة يدوية و34 رمانة دفاعية وسلاح كلاشينكوف واحد ولغم لاصق معد لتفجير وسائل النقل مرفوقا بجهاز تحكم عن بعد، إلى جانب 3000 خرطوش كلاش و91 مخزن كلاشينكوف فارغ. ويذكر أنه تم الكشف في المدة الأخيرة عن 5 مخازن أسلحة في بنجردان تضم أسلحة حربية متطورة، وذلك من جملة 20 مخزنا أعلنت وزارة الدفاع أنها كشفتها في الهاتف الجوالي إرهابي تم القضاء عليه مؤخرا بالقصرين. في جلسة مسائية في مجلس نواب الشعب تمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني ب 131 صوتا ودون احتفاظ أو رفض. الإحاطة الاجتماعية بعائلة الشهداء من العسكريين وتحسين ظروف عمل الجنود المرابطين على الحدود إضافة إلى ضرورة تحفيزهم مسألة تم التأكيد عليها من قبل العديد من النواب عند مناقشة ميزانية وزارة الدفاع بمجلس نواب الشعب. الشهداء متاع الجيش الوطني أكثريتهم اللي ريتهم أنا خاصة في الجهة متاعنا هم منحدرين من مناطق مهمشة، يظل شهرية برك لزوجته مثلا ما تكفيش، فهمت، لابد من يحاط بالعائلات هذه الفقيره. من هناك منح تدفعها لوزاره الدفاع، هناك منح تدفعها اذا من رئيس الحكومه، واحنا نحاول في هذا الاطار ان يعني من 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 العسكري في حاله الاستشهاد او حال جرحى احنا نحاول نحيطوا به. كما تم التطرق لآفة الإرهاب والمجهودات المبذولة لمكافحته والتصدي للجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال وضرورة تضافر الجهود تيسيرا لعمل الجنود. تفعيل دور الحراس الغابات
تفعيل دور المواطنين في المناطق الحدودية، تدعيم القدرات العسكرية لجنودنا على الحدود، بإمكانها أن تسرع في نظرنا في القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. قدرات الوحدات العسكرية عتادا وتكوينا وتدريبا بمختلف المعدات الحديثة، وتكوين وبعث وحدات تدخل متأقلمة في مجال مكافحة الإرهاب. إنجاز الستر الترابي على مستوى الجنوب الشرقي للبلاد ساهم في منع العديد من عمليات التهريب قابلها تأخر في تركيز المنظومة الإلكترونية للمراقبة، وكان باش يكون تركيزها مباشرة بعد إنجاز الستر الترابي، ولكن تأخرت المنظومة الإعلامية إلى حد الآن ما وقعش تركيزها. كما أكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني على وجود تحسن كمي وكيفي على مستوى التكوين والتجهيزات العسكرية، نافيا وجود قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، وبأن تونس دولة ذات سيادة. تم منذ قليل بمجلس نواب الشعب المصادقة على ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وركز أغلب النواب المتدخلين نقاشاتهم على مشاكل البنية التحتية والطرقات في الجهات التي يمثلونها. تساءل عدد منهم عن أسباب تعامل هيكل وزارة التجهيز مع مقاولين دون غيرهم خاصة في الجهات، وانتقد آخرون تعطل عدد من مشاريع البنية التحتية. تقدم وصف بالهام في أشغال إنجاز طريق السيارة صفاقس جابس، ومن المنتظر أن يبدأ استغلال جزء منه في آخر السنة، مشروع تبلغ كلفته 817 مليون دينار. تتواصل أشغال مشروع الطريق السيارة جابس صفاقس بنسق حثيث، وبلغ هذا المشروع نسبة متقدمة من الإنجاز. مشروع انتظره أبناء ولاية جابس طويلا ويعولون عليه في دفع مسيرة التنمية بالجهة. أكيد احنا المشروع هذا طالما السنة المشروع باش يتم، ويعني اللي يحب أن مش نحول جابس إلى والجنوب الشرقي كله يعني في حاجة لهالمشروع الكبير هذا، هو اللي يوصل ما بين العاصمة وجابس. عندنا مشاكل كبيرة في المرور، عندنا مشاكل كبيرة في المستثمرين اللي جوا، حتى المناطق هذه يعني يلقوا صعوبة حتى في التوسخ. بالنسبة لتقدم الأشغال الجملي للمشروع 88% مقسمة حسب فما تفاوت بين الأقساط. كلفة المشروع 817 مليون دينار، ممول 50% من الدولة التونسية و 50% من البنك الأوروبي للاستثمار البي بي. وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي تابع سير أشغال هذا المشروع ووضح الآجال المتعلقة بانطلاق استغلاله. وفيما يخص الطريق هذا قلنا معناه الوعود نتاعنا هو محاولة فتح أمام الجولان من 50 إلى 100 كيلومتر، وإن شاء الله في آخر السنة هذه نصبحوا معناها نفتحوا على جزء من طريق السيارة هذه. وذاك علاش مشكورين معناها كل المسؤولين الجهويين على رأسهم السيد الوالي بطبيعة الحال، وكذلك السيد النواب اليوم مع بعضنا لدراسة إمكانية ما هي المسافة وأطول مسافة ممكنة، ولكن مع في نفس الوقت يلزم معناها سلامة مستعملي الطريق. مشروع الطريق السيارة جابس صفاقس يتوزع على 6 أقساط وتبلغ كلفته 817 مليون دينار. جاء في بلاغ لوزارة التربية أنها تعلم كافة التلاميذ والأسرة التربوية والأولياء أنه لا تغيير في رزنامة العطل، كما تم التذكير أن العطلة المدرسية الثانية للسداسي الأول المقررة من 26 من نوفمبر الجاري بعد انتهاء الدروس إلى غاية 4 ديسمبر القادم قائمة الذات دون تغيير كذلك في باقي العطل. في أخبارنا الدولية نبدأ من الملف الليبي، حيث استأنفت القوات الليبية تقدمها ضد مسلحي تنظيم الدولة الإرهابي الذين يتحصنون في 4 شوارع في معقلهم سابق سرت، وقالت إنها سيطرت على 25 منزلا ومستودع للأسلحة. وقلصت الكتائب الليبية المدعومة بغارات جوية أمريكية المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إلى رقعة صغيرة من الأرض قرب واجهة سرت على البحر المتوسط.
الوسط بعد حملة مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وتقول إنها تتقدم في الآونة الأخيرة بحذر أكبر في حي الجيزة البحرية للحد من الخسائر في صفوف مسلحيها وبين الرهائن والأسر الذين ما يزالون محتجزين هناك. وصلت السلطات الإسرائيلية إجلاء المئات من منازلهم وأغلقت طرقا سريعة في عدة مدن بالأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب حرائق الغابات التي تسببت في إصابة أكثر من 100 شخص جراء استنشاقهم الدخان وتضرر عشرات المنازل أو تدميرها. في الأثناء صرح وزير الأمن الداخلي بأنه يعتقد أن 50% من الحرائق نشب عمدا في الغضون، وبطلب من الاحتلال الإسرائيلي المساعدة أرسلت بعض الدول منها إيطاليا وروسيا وتركيا مساعدات ومعدات من بينها طائرات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المستعرة منذ يومين. وطنيا وفي الثقافة وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تم افتتاح معرض تحدي القراءة العربي بتونس. هذا المعرض تنظمه وزارة الشؤون الثقافية والتربية في إطار مبادرة من اتحاد الناشرين التونسيين ومشروع تحدي القراءة العربية. هي أنشطة ترغيبية في المطالعة نظمها المشرفون على برنامج تحدي القراءة العربية لفائدة مجموعة من التلاميذ في إطار معارض للكتاب أقيم بشارع الحبيب بورقيبة والعاصمة، معارض أقبل عليه المولعون بالكتاب. نلوج على قصة باهية نجم نقرأ في شهر 3. هذه قصة في شهر؟ نحاول بهذه المعارض أنه نتقرب من الطلبة من الأطفال اللي يحبون القراءة. مشروع تحدي القراءة العربي الذي تشارك فيه 20 دار نشر تونسية هو بادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ترغيب التلاميذ والطلبة في الوطن العربي في القراءة والمطالعة من خلال التزام أكثر من 1 مليون تلميذ وطالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال عام دراسي. هناك خطة استراتيجية بدأت العام الماضي للحصول على 50% من طلبة الوطن العربي. اشتراكهم في هذا التحدي يعني أن يقوموا بقراءة 50 كتابا، ولله الحمد أنهينا العام الماضي 10%، وفي هذا العام 10% أخرى. الكتب هذه تكون موجهة للأطفال ما بين 5 و19 سنة، مخصصة خاصة كتب للمطالعة، لكتب يعني لتكوين الطفل ولتحبيبه ولتقريبه للكتاب. هذا التحدي يأخذ شكل منافسة مفتوحة للقراءة باللغة العربية تشارك فيها الفئة العمرية المعنية بالمسابقة، وتبدأ المنافسة من شهر سبتمبر من كل عام لتنتهي في موافق شهر مارس من العام الموالي. مرحلة مقسمة إلى 5 أجزاء يتمثل كل جزء في قراءة 10 كتب وتلخيصها في مؤلف موحد يسمى جواز التحدي. وبخير جليس نختم النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تقر إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في 8 ديسمبر في صورة عدم تطبيق الزيادات في الأجور. في الذكرى الأولى لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي، رئيس الجمهورية يدشن ساحة الشهداء ويشدد على مواصلة الحرب ضد الإرهاب. مشروع طريق السيارة صفاقس جابس يبلغ نسبة متقدمة من الإنجاز في انتظار استغلال جزء منه آخر هذه السنة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.